هاي مجموعة الشاحنات الأردنية تصور. الله يعطيكم العافية يا شباب. طبعا هاي احنا صوامع شمال، صوامع اردن، صوامع الشمال طبعا كلها هون. احنا مضربين متكاتفين يد بيد مع اخواننا واصحابنا، فهمت علي؟ اهل الجنوب والمفرق والزرقاء وعمان كلاتنا ايد واحد ان شاء الله، يد بيد ان شاء الله. مش رايحين نحل الاعتصام غير تنحل كلاتنا ايد واحدة. لا تفكروا انه مثلا الناس واقفة لحالها، احنا كلاتنا ايد واحدة ويد بيد ان شاء الله يا اخوان. وهاي السيارات شايفينها، والله يجيب اللي بالخير انه وللجميع يا رب.